لكن النهارده الاهلي واصل تدريباته ايضا في ملعب مختار التتش. هناخدكم ونروح مع بعض لفاروق صلاح في ملعب مختار التتش، يطلعنا على اخر التفاصيل. فاروق مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، ويا ريت تحطنا في ملعب التتش بالتفاصيل. برحب بك يا استاذ ابراهيم، وبرحب بالمهندس عادل القيعي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه والباشمهندس عادل القيعي طيب، ويعني رمضان كريم عليكم جميعا وعلى الامه العربيه. يعني خليني اقول لك في البدايه ان الفريق طبعا خلاص طوى صفحه مباراه الاخيره، مباراه البنك الاهلي، اللي يعني حتى اللحظه دي او يعني حتى هذا اليوم، يعني منذ المباراة أول أمس المستر كولر طبعا كان الفريق استأنف تدريباته على مدار اليوم وأمس خلال ال 48 ساعة الماضيين. لكن خليني أقول لك في بعض التفاصيل المهمة، يعني عقب المباراة والهزيمة النادي الأهلي من فريق البنك الأهلي، مستر كولر كان عقد اجتماع مع اللاعبين هنا في ملعب مختار التتش. طبعا من الحاجات اللي مستر كولر دايما يعني بعد الإخفاق بيبقى فيه جلسة ما بينه وما بين اللاعبين، خاصة إن عدد كبير جدا من اللعيبه هيكون موجود مع المنتخب المصري، سواء 10 لاعبين في المنتخب المصري الاول او الاثنين الموجودين مع المنتخب الاولمبي سواء حمزه علاء او كريم الديبيس. فكانت الفرصه لمستر كولر يعقد جلسه مع اللاعبين، اتكلم خلاص احنا بننسى خالص. وطبعا العقليات اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي خلاص عارفين ان كل مرحله بيبقى فيها بعض التعثرات، ولكن مهم جدا ان انا بقف سريعا. مباراه خلاص يعني اتقفلت، لكن مستر كولر خد منها ايجابياتها وخد منها سلبياتها، نقاط كتير جدا سلبيه ما يعني بنتكلم فيها، في نقاط سلبيه كتير جدا مستر كولر وقف فيها مع اللاعبين. ده كان الاجتماع اللي تم بحضور كافه لاعبي الفريق اللي كانوا طبعا موجودين في هذه المباراه. بالامس كان عقد اجتماع مع اللاعبين وعقد محاضره مع اللاعبين مستر كولر. هذه واحده من المباريات اللي مستر كولر اتفرج عليها اكثر من مره، يعني خلينا نقول لحد اليوم مستر كولر اتفرج على هذه المباراه اكثر من مره، وقف على نقاط كتير جدا، نقاط يعني زي ما وضح في المؤتمر الصحفي قال انا بتحمل المسؤوليه، عندنا اخطاء، ومهم جدا ان انا يعني ببقى محدد الخطا وعارف اخطائي، واعتقد ده بيكون بدايه الطريق الصحيح. النهارده طبعا الفريق استأنف تدريباته لليوم الثاني على التوالي هنا في ملعب مختار التتش قبل انطلاق المران. مستر كولر عقد جلسه ايضا مع اللاعبين، كان يسبقها بعض يعني محاضره بالفيديو، واتكلم على اخطاء وقع فيها اللاعبين. طبعا يعني زي ما قلت لك يا استاذ مريم يا باشمهندس، باكد على هذا الامر ان مستر كولر ما عداش المباراه او مباراه وخلصت، لا واقف على نقاط مهمه كتير جدا في هذه المباراه، اتكلم مع اللاعبين ثم انطلق المران. لينا اقول لك طبعا يعني كلنا عارفين وجود 10 لاعبين مع المنتخب الاول او 2 لاعبين مع المنتخب الاولمبي، عدد اللعيبه اللي موجودين لا يتجاوز ال 16 لاعب، منهم طبعا حارس متصعد من قطاع الناشئين في النادي الاهلي الحارس محمد احمد ابو جريشه، ده حارس مواليد 2006. تقدر تقول من اللي احنا شايفينه في التدريب النهارده في لعيبه مستر كولر خلاص بيجهزها للمرحله القادمه، يعني تقدر تتكلم على محمود متولي واحد من العناصر اللي تكون مع النادي الاهلي، تكون في خط دفاع النادي الاهلي في ظل طبعا الغياب طبعا ياسر ابراهيم. انت عارف خلاص يعني ايام بتفصلنا طبعا عن مباراه الاهلي امام سيمبا التنزاني، مباراه المقرر اقامتها يوم 29 مارس ان شاء الله، طبعا ببدايه مشوار النادي الاهلي في دور الثمانيه ان شاء الله والدفاع عن اللقب الافريقي. بيتم تجهيز طبعا محمود متولي، في لعيبه بيتم تجهيزها خلال هذه المرحله، سواء محمد كريستو اللي شايفينه بيعرض وبيظهر في تدريبات النادي الاهلي ويكون واحد من العناصر والاضافات للنادي الاهلي، علي معلول وبرستاو وكافه اللاعبين وانتوني موديست كهربا كريم نيدفيد وكف وعمرو السوليه، مجموعه اللاعبين طبعا اللي بتقود التدريب. الى جانب طبعا يا استاذ ابراهيم في جانب ثاني شغال عليه الجهاز الطبي للنادي الاهلي، وهو الجهاز التاهيلي مع تاهيل ياسر ابراهيم وطبعا اسامه ابو علي محمد الشناوي واليو ديانج. طبعا تقدر تقول ان خلاص يعني سواء ياسر ابراهيم او يعني اسامه ابو علي في المراحل يعني المرحله قبل الاخيره طبعا من البرنامج التاهيلي الموضوع لل اللاعبين، اللي زي ما اكد لنا الدكتور احمد جاب الله نتائج مبشره جدا بالنسبه للاعبين ان شاء الله سواء وسام ابو علي او ياسر ابراهيم خلال الفتره القادمه. طبعا من المقرر غدا ان شاء الله ان الفريق هيستأنف تدريباته غدا في تمام الساعه 9:30 على ملعب مختار التتش، ثم هيحصل الفريق او اللاعبين على راحه لمده 7 ايام، هتبدا طبعا من يوم السبت، ثم يعود الفريق ان شاء الله يستأنف تدريباته خلال يعني الاسبوع اللي بعد القادم ان شاء الله، يعني لمده 7 ايام هيحصل فيها اللاعبون على
على راحه، الى طبعا هيكون في متابعه من الجهاز الطبي او للبرنامج التأهيلي الموضوع للعيبه طبعا اللي في الاصابات او في البرنامج التأهيلي من خلال الدكتور احمد جبل رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي. خلال فتره الاجازه طبعا دي هيكون في متابعه طبعا، ويكون في طبعا لاستمرار البرنامج التأهيلي الموضوع لكافه اللاعبين، كابتن محمد الشناوي، اليو ديانج، وسام ابو علي، وايضا اللاعب ياسر ابراهيم. طبعا زي ما قلت لك ان الكلام النهارده والحديث ان مستر كولر بياكد مع اللاعبين خلاص المرحله اللي جايه مرحله صعبه جدا، مباراه سيمبا عندنا دوافع كتير جدا، مباراه سيمبا التنزاني مباراه مش سهله، مباراه صعبه جدا، لكن ان شاء الله اللعيبه مع ايضا عوده اللعيبه اللي تكون في المنتخب المصري الاول او المنتخب الاولمبي يكتمل قوام النادي الاهلي استعدادا لهذه المواجهه باذن الله. ثم الاجازه مش كده؟ بكره التمرينه الاخيره وبعد كده الاجازه يا فاروق مش كده؟ بالظبط يا استاذ ابراهيم، بكره الفريق ان شاء الله يستني في تدريباته في تمام الساعه 9 والنصف هنا على ملعب مختار التتش، ثم يبدا بقى الفريق يحصل على راحه لمده 7 ايام، بعد ال7 ايام يرجع الفريق تاني يستأنف تدريباته واستعداداته لمواجهه سيمبا التنزاني. اللي خليني برضه اقول لك ان ياسين المكاري كان مستر كولر عقد جلسه مع ياسين المكاري طبعا محلل اداء النادي الاهلي اللي تقدر تقول جهز كل الامور الفنيه والتفاصيل الفنيه الخاصه بفريق سيمبا التنزاني اخر المباريات اللي الفريق خاضها سواء في دوري ابطال افريقيا وايضا لقاءين اللي جمعوا ما بين النادي الاهلي وسيمبا التنزاني في السوبر الافريقي. كافه المباريات، كافه التفاصيل الفنيه الخاصه بفريق سيمبا التنزاني، تحضير لهذه المواجهه تقدر تقول خلاص يعني خلال فتره الراحه اللي هيحصل عليها اللاعبون هي بتبان لينا كلنا او تبان للجماهير انها فتره راحه، لكن خليني اقول لك ان مستر كولر ما فيش عنده وقت للراحه خلال هذا الاسبوع. انا عايزك انت كمان يا فاروق تاخد من ياسين المكاري، عايزينك تاخد راحة انت كمان لمدة اسبوع وترجع تسخن مع الفرقة ان شاء الله باذن الله يا استاذ ابراهيم. يعني فترة راحة تكون بسيطة لكن نرجع برضه نستأنف يعني مسيرتنا ان شاء الله مع الفريق ان شاء الله ونستكمل المشوار. بتبقى فترة راحة اسبوع يعني في الاجواء الرمضانية دي زي ما قال المهندس عادل القيعي بيبقى ليها تأثير مهم طبعا. كل سنة وانت طيب، شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي من ملعب التدريب في مختار التتش، وأعتقد طمنكم على حالة اللعيبة اللي موجودة دلوقتي بخلاف طبعا العشر لعيبة اللي مع المنتخب الأول والاثنين اللي مع المنتخب الأولمبي، فترة كلها زحمة دولية يا باشمهندس.